فضيلة الشيخ، أديت نسك العمرة وأفتانا أحد الإخوة بأنه لو قطعت شيء من الشعر من شعر الرأس يجزئ عنك الحلق، وأنهيت عمرتي على هذا، فهل هذا صحيح؟ هذا ما هو صحيح، لازم يعمم الرأس بالتقصير كما يعمم في الحلق، لأن التقصير بدل عن الحلق، والحلق يعم جميع الرأس والتقصير بدل عنه فيعمم. الله جل وعلا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، ما قال محلقين بعض رؤوسكم ومقصرين بعض رؤوسكم. الرأس إذا أطلق يشمل كل الرأس، فإذا كان أنك ما استكملت تقصير رأسك تذهب الآن وتعيد عليك ملابس الإحرام وتكمل التقصير. نعم.